معنا أيضا دكتور أنس عنبري، دكتور سوري بريطاني حضر معنا من الكويت للمشاركة بالمؤتمر. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا، شرفت. أهلا فيك. تحدثنا عن مشاركتك بالمؤتمر وهل هي أول مشاركة؟ حقيقة بالنسبة لجمعية الأطباء والصيادلة العرب هي المشاركة الأولى، ولكن أنا متابع الأخبار دائما، وهو مصدر فخر واعتزاز أنه تشوفي هالكمية كبيرة من العرب والسوريين عم يقدروا أنه يرتقوا بالمستوى. هن كانوا ببلادهم وتركوا، قعدوا بمستوى مختلف، ارتقوا لهذا المستوى، صار بمستوى العالمي، وقدروا كمان يندمجوا مع الكلتشر أو الثقافة الموجودة. حقيقة أغنوا الثقافة، ما غيروها وإنما أغنوها، هذا شيء بيرفع الرأس. الشيء ملفت للنظر أنه صاروا على المستوى الرسمي معترف فيهم، عم يقدروا أنه يدخلوا على كل المستويات. هذا مصدر فخر واعتزاز، وشيء الحلو كمان لقيته أنه بيجي واحد جديد عواض ما يهمشوه، لا بيحتضنوه، بيحتووه، بيساعدوه، بيدعموه. أنا شفت أطباء صار لهم بس 4 سنين ما شاء الله، يعني عم يشتغلوا، عم ينجوا، شيء بيرفع الرأس حقيقة. الله يخليك يا رب. كان عندك مشاركة اليوم بالمؤتمر؟ حقيقة لا، ولكن أنا جاي لحتى أحضر لأنه كتير انبسطت أن يكون موجود بين زملائي هون. أهلا وسهلا فيك دكتور، إن شاء الله منشوفك من مشاركات أخرى، ويعطيك ألف عافية. متشرف. أهلا وسهلا.